يسجل اخرى. يحيى يعطي اطلال يعيد الكره لعبد الملاحي. هذا الاسود بالقلوب والجوارح والوجدان. شكرا لكم، شكرا لكم جميع. ظروف النجاح لا تبكي، لا تبكي لانه نحن غنبكي، ولا تبكي لان ما تحقق. عبد الملاحي فرصه، فرصه الدرجه اللي مالو الكره في الزاويه. ممتاز يحيى يعطي اطلال، كرجع الكره للحارس ياسين بولو. انجاز اللي كيبقى غير مسبوق لكره القدم المغربيه رغم الهزيمه مع ضد فريق اللي هو بطل بطل عالمي. زعما ما بقاش فينا الحال لكون اننا عندنا منتخب كبير ومنتخب قوي، وصراحه يعني المسار ديال الفريق الوطني كان مسار جيد. الماتش تقاتلوا وداروا اللي جهدهم، حطوا رجليهم في كره، لعبوا روح، تقاتلوا على وديت الشعب، على وديت المغاربه، على وديت العرب كاملين. ولكن هذا هو المكتب، مره عليك مره علي مره مع الكره مره عليك. كنا نمني نفس بتاهل الدور النهائي. الحلم صراحه ما كتبش الله، ولكن كنبغي نقول بان المنتخب قدم كاس عالم مزيانه وكمشوار مشوار جيد، وكنتمنوا ليه حظ موفق في المناسبات الجايه ان شاء الله. اللعابه ديال المنتخب الوطني راهم شرفونا بهذا الاداء وشرفونا بهذا القتال على ارضيه الملعب رغم مرارات الاقصاء، ولكن راهم داروا اون كوب اللي هي في المستوى. وكنبغي نقول للعابه بان هذه راه غير تجربه وباننا درنا معاهم النيه، وان شاء الله لاكوب الجايه غادي نوصلوا لواحد النيفو اللي هو ما احسن ان شاء الله. لعبنا مزيان، فرحنا واحد شويه في ضد بلجيكا وضد كندا وضد اسبانيا والبرتغال، جا وقت الحزن. لعبنا مزيان ماشي مشكل، نصف النهائي راه ماشي ساهل توصل للنصف النهائي.